الجهة جاهزة. ريسينج أيها السيدة والسادة أيها الحفظ الكريم، انطلق الشوط الخامس. شوط الخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ على مسافة 1700 متر، الجهات المسموح مشاركتها مصنفة من 75 وأقل، انطلاقة 14 من هذه الجياد. الباترون مسيان سكسيدا ريكسل، تدعيم وارسان أليزوم، وور أوردر باربرس ليالك، لودينالين بالميت ديونز، نورماندي أتاك، بريتني دبي ستار، وتشاينا كلاب. شوف الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم واحد، الجواد اللي هو الباترون لخليفة بن محمد العطية مع فالح بغنيم على المركز الأول. المركز الثاني والتحركات تأتي الآن، نشاهدها مع الجواد لو دينالين لخليفة بن شعيل الكواري مع المعتصم البلوشي. ثالث المراكز والتقدم أشاهده مع شعار المهندس ضافي راشد الأرضي المري وسكسيدا نكسل في تقدم الآن على رابع المراكز. المركز الخامس أيضا تقدم مع رقم 9 لودنالين في تقدم وارسان ثانيا. خامس المراكز أشاهد التقدم مع آلي زوم للمهندس حسن علي العبد الملك. سادسا وور أوردر لي أيضا حسن علي العبد الملك. سابعا شعار منصور المحمود مع تدعيم. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، وشوف ال 400 متر الأخيرة والتحركات لا تزال مع رقم واحد الباترون خليفة بن محمد العطية في محاولة قوية على الصدارة وعلى المركز الأول. خليفة بن شعيل الكواري ثانيا وثالثا مع وارسان ولودينالين، ولكن الصدارة تبدو لي أنها رايحة لخليفة العطية. الباترون على المركز الأول، الباترون مسيطر على الأمور، المحاولات مع وارسان والمحاولات أيضا مع لودينالين، وأليزوم قادم من الجهة الخارجية، ولكن الباترون على المركز الأول. أليزوم والباترون، أليزوم والباترون، أليزوم إلى المركز الأول أيها السيدات والسادة أيها الحفل الكريم. أليزوم لحسن عبد الملك،